صباح الخير على متابعينا متابعي ابو كبير ميديا من كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في بث مباشر جديد. معكم اليوم من داخل محافظه سوهاج، بالتحديد من داخل مركز اخميم اللي شهد واقعه ماساويه خلال الاشهر الماضيه، وهي وفاه ام وابنها في حريق في منزلهما. اصيب في الحريق ده ايضا الاب والابنه. الام والابن توفوا الشهور الماضيه، والاب طول الفتره الماضيه طوال الشهرين دول ما كانش عارف بالوفاه، وفور خروجه من المستشفى وتعافيه الى حد ما من اثار الحريق سال عنهم، وبعد معرفته بوفاتهم توفى بعد ايام حزنا عليهم. تعالوا نعرف تفاصيل اكتر من خلال حديثنا، تابعونا. البقاء لله، ربنا يسلمك. هاتك البلد. عرفنا بحضرتك. زياد العرب عبد الظاهر. اهلا وسهلا. عم المرحوم عم اسعد. كنت مرافق حضرتك ليهم طول الفترة اللي فاتت. كنت مرافق مع عم اسعد لفترة طويلة. كنت انا قاعد معاه، وكان الحمد لله يعني كان في تحسن جامد في الاول، لحد ما الحمد لله طلع من المستشفى وكان في تحسن جامد. بعدها طلعنا قعدنا هنا بتاع 5 ايام ورجعنا تاني المستشفى. سو احكي لنا كده من الاول خالص، ايه حصل الحريق واللي حصل من شهرين ثلاثة؟ يعني كان في الانفجار من شهرين ثلاثة، وبعدين تم تسرب الغاز، بعدين اشتعل النار. مع اشتعال النار اشتعل المنزل كله في الدور الارضي، وبعدين تم نقل المصابين لمستشفى الكوامل. كم واحد كان مصاب؟ 6 مصابين. 8 مصابين. 8. 8 مصابين. كانوا الاب والام. الاب والام والابن والابن والابن، وكان في 2 زوار يعني كانوا جايين ياخدوا مبلغ مال من ابن عمي اللي كان جاي من السعوديه، كنا لسه جايبينه حالا. كنت قبليها بنص ساعه في البيت، كانش في اي حاجه ولا ريحه ولا اي اضرار. يعني اسامه كان نازل من السفر، كان لسه نازل من السفر، فالناس تاخد امانتها. كنا لسه جايبين شحن من بره، يا دوبك دخلنا بالشحن انا وهو ورجعت بيتنا الشارع اللي وراه. مسافه ما رجعت، رجعت تاني بعد كده على خبر الحريق، ما فيش بعديها بنص ساعه بعد ما الناس جت. بعدين تم نقل المصابين، فالحمد لله يعني كان في الاول كان تقصير جامد في مستشفى خميم ومستشفيات كتير، وقفوا معانا ونقلناهم الكوامل، وكان في تقصير الاول. وبعدين الشكر رجع لكم ورجع للسيد محمود الشريف، تم معالجتهم وتم التمام. توفت الام بعد تقريبا يوم او يومين من بعد 24 ساعه من الحادثه، والابن بعد بعديها بيوم على طول. كل يوم كده عم اسعد خلال الفتره دي كلها ما كانش يعرف وفاته، ما كانش يعرف اي حاجه. دخل العنايه المركزه قعد بتاع 25 يوم او 30 يوم جوه العنايه فقط، ما حدش كان يقدر يدخل. بعدين تم طلع من العنايه راح مستشفى سوهاج الجامعي، نقله من الكوامل لسوهاج الجامعي. في مستشفى الجامعي الدنيا كانت احسن شويه هناك، كانت احسن من الكوامل. كانت رعايه وكانت كل حاجه هناك، كانوا الممرضين كل 5 دقايق يلف. بعدين ما كانش يعرف اي حاجه، كان كل شويه يسالني هم عملوا ايه، اقول له الحمد لله. طب هم فين؟ الحمد لله. كان في خوف على حالته النفسيه طبعا. كان في خوف على حالته النفسيه، فما قدرناش نقول له، ما كانش حد كان قادر يتكلم. ربنا يصبركم. اللهم امين. حياتك الباقي. عرفنا بحضرتك. سمعنا معاك العرب عبد الظاهر صديق غلاب، اخو اسعد عبد الظاهر. سبحان الحي الباقي، سبحان الحي الباقي. كانت بشعة، كل اللي عرف بيها كان حزين، وحزين على وفاة الأم والابن، واكتمل الحزن فعلا بوفاة عم أسعد. الله يرحمهم يا رب، الله يرحمهم. فحضرتك طول الفترة اللي فاتت دي كنت تتعاملوا ازاي، او ايه اللي كان حاصل؟ والله هو احنا كنا نتعاملوا معاه يعني اللي عايز نقضيه له عشان خاطر يعني ايه ما نحسسوش بوفاة ابنه ولا مراته، وكنا نظبط السكر لأنه برضه هو كان عنده السكر، فكان جرح نغيره له تاني يوم برضه نلقوه مدد، نغيره نلقوه مدد، فاتعملنا ان احنا نظبط السكر معاه، ودنا برضه الدكتور يظبط له السكر، ومشينا معاه بالعلاج لغايه ما رجله نطفت، وبعد كده عملنا له عمليه، وما رضيناش نحسسه ان هو ابنه ولا مراته ماتوا خالص. عمليه ترقيع. عملنا عمليه ترقيع لرجله، والعمليه كويسه وتمام، وكانت يعني كتبوا لنا على خروج، وكان فيه برضه متابعه بعد الخروج وراق، والحمد لله وفكنا له الدبابيس وكده يعني، وما فيش اي حاجه. وبرضه رحنا متابعه برضه، قالوا الرقعه تمام وكويسه وما فيش اي حاجه، وما والجرح نظيف 100 100. طب والتفاصيل اللي هي قبل الوفاه بيومين؟ لا هو قبل الوفاه في البدايه لما رحنا
في البدايه كان في يعني احنا وداخلين الكوامل كان في البدايه كان في اهمال، لكن بعد كده يعني قاموا وعملوا الواجب واهتموا بيه ودخل العنايه. كان في حد من البلد برضه مساعدكم ومتابع؟ ايوه، الحاج سيد الرجل اتصل من القاهره وجي، والمحافظ برضه اتصل بالمستشفى، ويعني بصراحه يعني قاموا بالواجب ودخلوهم عنايه وبعثوا لنا اسعافات مجهزه، نقلنا المصابين التانيين للقاهره لتلقي العلاج. كم مصاب حاليا حضرتك؟ كانوا 8، في 2 راحوا بني سويف، وفي 3 راحوا مستشفى جامعة عرابي بأحمد عرابي للحروب، وقعد وتوفت والباقيين توفت أم أسامة الست يوم السبت، والحد توفى ابنها الأحد. يعني كده المصابين حاليا 5؟ المصابين 5 المصابين. حالتهم كويسة؟ حالتهم كويسة، بتلقوا العلاج برضه، لسه ما زال في برضه عاوزين علاج كتير يعني. بس انما ابو اسامه كانت حالته كويسه وخف يعني الحمد لله، ما فيش اي حاجه، وكان يطلع ويدخل وكل حاجه لغايه الصبح يعني، ما فيش اي حاجه، ولغايه يعني ما حصلت وفاه هو قام كده فجاه كده وقعد يرجع، وبعد كده قعدت اعدل في ابو اسامه لقيته فهق وراح ساكت من غير اي حاجه كده. ما جبنا طبعا الدكتور هنا، هو قالت النبض ضعيف بس هو ما اقدرش اقول لكم توفى، لان طبعا عايز يخلي المسألة. ورحنا بعد كده اخذناه ورحنا المستشفى خميم، برضه الدكاتره كشفوا بتاعه، دكتور باطن والدكتور النبطشي، برضه قالوا لا هو انتهى، البقاء لله. بس حضرتك كما وجهنا رساله نقد ولوم وعتاب على اطباء الكوامل، فإننا نتوجه برسالة شكر وبرقية شكر لأطباء المستشفى الجامعي في المحافظة، والله كانوا ملائكة رحمة بحق، أما هناك كانت ملائكة زحمة، لم نجد منهم العناية ولا الرعاية ولا الاهتمام، وخاصة كان الحادث في أوله والمصابون كثر. ولكن في هذه المستشفى لقي الحج أسعد رحمة الله عليه منتهى العناية والرعاية. أذكر الدكتورة ساندرا كانت ملكا للرحمة بحق، كانت تضع يدها في يده وفي ساقه وفي الجرح، وكانت تداويه وكانت تغير له، حتى إنني كنت أداعبه وأقول له إذا كانت الدكتورة ساندرا هي التي تقوم بعلاجك فلا تغضب ولا تحزن، نتمنى أن نكون مرضى مع الدكتورة ساندرا، وهي كانت تبتسم ابتسامتها وبشاشتها. العلاج النفسي والروحي قبل العلاج الطبي أو علاج الأدوية، فعلا لهم كل الاحترام ولهم كل التقدير والشكر لمستشفى سوهاج الطوارئ الجامعي هنا، وشكرا لحضرتك على هذا اللقاء وبارك الله فيكم. متابعينا كده نكون وصلنا لنهاية البث المباشر، شكرا على حسن المتابعة.